الدكتور التيجاني وصحة كتاب الكافي. أولا هذا إنسان كثير الكذب والافتراء، لأنه ينقل لنا روايات لا أساس لها من الصحة، وحتى الشيعة لا تعترف بها، لأن الكليني كل ما عند الكليني الكليني الكليني، علماء الشيعة كلهم يقولون بأن ما في الكليني ثلثيه ضعيف. ليس هذا نحن نأتيه من البخاري ومسلم أصح الكتب، وهو يأتينا من الكليني. اسمعني شيخ، نحن الآن كما قال الدكتور التيجاني مثلا أنه ما عندهم كتاب صحيح، والتيجاني نصفه ضعفه علماؤهم وردوه، بل التيجاني أظن زاد على ذلك في كتابه فاسألوه أهل الذكر، وذكر أن ثلاثة أرباع أصول الكافي ثلاثة أرباع مكذوب ولا يصح نسبته إلى أئمة أهل البيت. المهم العبارة موجودة، عبارة الدكتور التيجاني بحرفها، لا ليس بحرفها، ويكفيك أن تعرف مثلا أن أعظم كتاب عندهم يعني الشيعة وهو أصول الكافي يقولون بأن فيه آلاف الأحاديث المكذوبة. أحسنت. طيب. أحسنت. مش ثلثيه مكذوب. أنت تتكلم عن أصول الكافي. نعم. أصول الكافي تبلغ عدد أحاديثه 3783 حديث. أنا حسبتها 3783 حديث. عندما يقول عن 3700 لنقل 3800 فيه آلاف الأحاديث المكذوبة، كم تمثل؟ أقل الجمع ثلاثة. إذن 3000 على الأقل مكذوبة، وهذه 3/4 إذا لم تكن أكثر. بقي 1000 من هذا الكتاب، وهذا الكتاب 1000 الذي باقي منه فيه الضعيف وفيه المرسل وفيه الموثق وفيه الموثق كالصحيح وموثق كالحسن وغير ذلك من هذه الكلمات. هذا الكتاب كتاب الكافي يقول التيجاني هذا الكلام، بينما يقول الطبرسي عن هذا الكتاب: الكافي بين الكتب الأربعة كالشمس بين النجوم. والدكتور التيجاني هنا يقول علماء الشيعة كلهم يقولون إن نصف الكليني ضعيف، وهذه النسبة لا شك أنها غير صحيحة للعلماء، أنه يزعم أن كلهم يقولون ذلك الكلام. انظر ماذا يقول الحر العامي. قبل كل شيء أنه هالاستدلالات كلها انتع هذا الدمشقية وانتع خميس وانتع الجوشي، وإحنا من الأول قلنا وأكدنا أن كتب هذه اللي يستدلوا بها فيها آلاف الأحاديث الضعيفة. أنا قلت مكذوبة في كتابي، هو شد علي، الشيعة يقولوا ضعيفة، أنا انقلت قلت. يقول التيجاني أنا نقلت قوله لما قال مكذوبة أصول الكافي آلاف الأحاديث مكذوبة، يقول هذا بعد بحث، كأنه يقول الشيعة قالوا لي خلاف ذلك. هو في كتابه يقول يقولون يعني الشيعة فيه آلاف الأحاديث مكذوبة، هو نقل عنهم، هو ما نقل عن بحث، والآن يقول أنا قلت والشيعة خالفوني. لا، أنت نقلت عن الشيعة إلا إذا كنت كاذبا في ذلك، ولا شك أنك كذلك. طيب الشاهد الآن بالنسبة للكافي، لما ذكرنا أنه ثلاثة أرباع كذب يعني أصوله، واتفق معي على ذلك الدكتور تيجان أنه قال ذلك كذب، أنه قال ثلاثة أرباع أصول كذب. لا نتفق مع ذلك. هو قال في كتابه، أريته في كتابه موضوع غير كذب، أقول عفوا ضعيف غير كذب، قال كذب. لا، ماذا قلت بالله. يهودي يتكلم، ماذا قلت؟ ما قلت شيء. أنا ما قلت شيء في كتابك؟ لا، أنا قلت على وصول الكافي، قلت إيش؟ في أكثر من آلاف أحاديث ضعيفة. قلت كذب. ما تدري ماذا كتبت؟ ما أدري. أنت تدري أتكتب أم يكتب لك يا شيخ؟ أنت كاتب في كتابك. أسألوا أهل الذكر آخر كتاب سألوك. إلى أن طيب يلا خلاص. أنا أتكلم عن العلماء الذين لقيتهم بنفسي وسألتهم وتكلمت، وقلت البارح أول البارح قلت لما سألت الشهيد باقر الصدر عن أصح الكتب عندكم، قال ما عندنا كتاب صحيح إلا كتاب الله. خلص. أنا هذه حجة الشيعة. طيب شرف الدين الموسوي المرجع الشيعي الكبير عندهم ماذا يقول؟ الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه متواترة مقطوع بصحة مضامينها، والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها. وهذا محمد صادق الصدر يقول: والذي يجدر بالمطالعة أن يقف عليه هو أن الشيعة وإن كانت مجمعة
على اعتبار الكتب الأربعة قائلة بصحة كل ما فيها. أنا أصدق محمد الصدر والشرف الدين الموسوي أو أصدق التيجاني الذي تشيع الآن؟ هذان أعلم منه، عفوا نعم لا تقاطعني، هذان أعلم منه في مذهب الشيعة، عفوا قطعوني قطع أخذ من وقتي. طيب، وهذا الطبرسي يقول الكافي بين الكتب الأربعة كالشمس بين النجوم، وإذا تأمل المنصف استغنى عن ملاحظة حال أحد رجال السند المودع فيه وتورثه الوثوقة، ويحصل له الاطمئنان بصدورها وثبوتها وصحتها. بل إن الكليني مؤلف الكافي ذكر أن الكافي صحيح كله عنده، وأقوالهم كثيرة موجودة عندي. انتهى وقتك الآن، أنا أريد فقط أعزائي